بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أيادي الخير. نحمد الله ونشكره على مد في أعمارنا ووفقنا إلى أن نلتقي بكم في هذه الأمسية المباركة عن تجربة ربما تكون فريدة. أطباء الشباب يعتنون بمرضاهم ويحاولون أن يكونوا أكثر إنسانية، ذلك من خلال الوقوف إلى جانب المرضى ماديا وغير ذلك. جمعيتا بسمة لرعاية مرضى سرطان الفم، وجمعية بسمة وجمعية نجود لرعاية مرضى، هم ضيوفنا في هذه الحلقة، وأصالة عن نفسيهما وإنابة عن إخوانهما وأخواتهما. داخل الاستوديو الدكتور معتز حسن رئيس جمعية بسمة، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بك دكتور وائل فريد المدير التنفيذي لجمعية نجود، أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا، الله يخليك. نعم، نذكر مشاهدينا الكرام بأنه يمكنكم أن تتصلوا بنا عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة ذوي الإعاقة البصرية 0-183-44-88-88 و 0-183-44-88 و 0-183-84-87-99. كما يمكنكم متابعة بثنا الحي على الإنترنت من خلال تطبيق طيبة، ويمكنكم الرجوع إلى هذه الحلقة وغيرها لاحقا على قناتنا على يوتيوب، كما يمكنكم صفحاتها على فيسبوك وتويتر وتليجرام وغيرها من الوسائط الاجتماعية. نبدأ معك أخ معتز، ونذكر ونبصر المشاهدين الكرام بجمعية بسمة التي نشأت يعني تزيد على عمل الأطباء بالوقوف الإنساني إلى جانب المرضى، فما هي أو من هي جمعية بسمة؟ طيب، بسم الله، شفي خلق الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية بسمة لرعاية مرضى سرطان الفم جمعية تطوعية نشأت من داخل المستشفى الأسنان التعليمي الخرطوم في العام 2010 ميلادي، تحت أهداف رعاية مرضى سرطان الفم ماديا ومعنويا والكشف المبكر عن سرطان الفم والتثقيف الصحي عن الأضرار ومسببات سرطان الفم. الجمعية تأسست يمكن عام 2010 من أطباء وممرضين وموظفين لما يشوه من معاناة مريض سرطان الفم من ناحية العلاج المادي والعلاج النفسي وكذلك التثقيف الصحي عن مسببات المرض. الجمعية بدأت في أوائلها بدعومات من أول اشتراك الشهري من أفراد الجمعية العمومية لجمعية بسمة. بعد ذلك تم تسجيل الجمعية في مفوضية العمل التطوعي الإنساني كأحد الجمعيات العاملة في مجال الجمعية. طبعا كما يعلم معظم المواطنين أن السرطان في الآونة الأخيرة استشرى وانتشر. ايوه، الاخ المخرج يظهر بعض البروشورات بتاعتكم التثقيفيه، وممكن يكون فيها حاجه مركز بسمه لمساعده متعاطي التبغ قد يغلى ده في داخل المستشفى. فالسرطان استشرى، وكما يعرف الناس ان السرطان دائما علاجه في الاونه الاخيره يكاد يكون مستحيل او صعب جدا. ايوه، خصوصا اذا الجمعيه اتجهت للكشف، برامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي. أيوة، باعتبارهم ديل يعني بالوسائل التي تظهر أمامنا. يعني طبعا السرطان لحد هسه السبب الرئيسي له ما معروف، لكن في عوامل خطورة هي بسبب سرطان الفم. طيب، عشان كده كان لزاما علينا نحن نبدأ في برنامج التثقيف الصحي أولا عن العوامل الخطورة اللي بتأدي لسرطان الفم. طيب، اللي هي منها التمباك والتدخين والكحول وبعض الممارسات
نظافة الفم والأسنان وهكذا. فده كان عندنا ده البرنامج الأول. البرنامج الثاني إنه حينما يكتشف السرطان مبكرا يكون علاجه أسهل من لو اكتشف شنو متأخرا. عشان كده كل العالم بيعمل برنامج الكشف المبكر. احنا كان عندي سياستنا من البداية إنه يكون عندنا مكتب بتاع كشف مبكر ما بس ولاية الخرطوم بل في كل ولايات السودان يكون كشف المبكر عن شنو عن سرطان الفم. أيوة. لأنه مقدمات السرطان علاجه أسهل من زي ما قلت لك ما شنو بقى السرطان. الدعم المادي لمرضى سرطان الفم الذين يأتون للمستشفى. ولماذا مستشفى الأسنان بالذات؟ لأن مستشفى الأسنان التعليمي هو مركز جراحة الفم والوجه والفكين الوحيد في السودان. صحيح صحيح. وكل مرضى يكون المركز الحكومي الرسمي الحكومي الرسمي في البلاد. كل مرضى يعني 90% من مرضى سرطان الفم في السودان يأتون لهذا المستشفى. ومرضى سرطان الفم عنده علاقة دائما بالناحية المادية للمرضى. يعني معظم المرضى اللي ياتوا بيكونوا من اماكن بعيدة وذات دخل محدود. ايوه. فالواحد بيفتكر انه من ويرجع البلد. ايوه. فبيكتشف بعدك انه العلاج بياخذ زمن طويل جدا. ايوه. وعلاج مكلف ماديا. والمريض حيقعد 3-4 شهور داخل المستشفى. وبالذات اذا جاي من ولاية بعيدة. ايوه. حيبقى بعدك شنو؟ وكل هذه تحتاج الى ان يقف الى جانبه. الى جانبه. فاصبحتم انتم يعني تلك الجهة التي تقف مع الناس. فعملنا مكتب بتاع بثمة داخل المستشفى. أي مريض يجي المحول أو يجي العيادة المحول للمستشفى. طيب. يكون عنده مشكلة مادية يتحول للمكتب بتاعنا نعمل له ملف كل الرسوم العملية كلها مجانا. الجمعية من 2011 فعليا بدت في المجان بدأ لحد 2016 يمكن 4 سنين نحن تكفلنا ب 498 مريض. ما شاء الله تبارك الله. 498 مريض تقريبا كانت تكلفتنا المادية 1,700,000,000. ما شاء الله. حنجي نسألكم سؤال ثاني عن يعني من أين تأتون بالدعم وما إلى ذلك والقروش إن شاء الله بعد ما نتعرف على إخواننا ناس إخواننا وأخواتنا ناس نجود من خلال دكتور واعي الفريد. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. وزي جمعية بسمة كمان نتعرف على جمعية نجوت النشأة والأهداف. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. صلى الله. أول شيء أتقدم بالشكر لبرنامج عياد الخير. الله يزيد. على دعمهم لأي عيادة بيضاء سواء كان من جمعيات أو أفراد. الله يزيد. لهذا العمل الكبير. الله يزيد. طيب جمعية نجوت هي جمعية خيرية طبية تطوعية تعمل وفق للقوانين المنظمة للعمل الإنساني بالبلاد. وقد تم تسجيلها في الاتحادية عام 2013. أيوة. وجمعية نجوت هي تعنى بمرضى العيوب الخلقية وشفة الأرنبية وشق سقف الحلق. وهي نشأت الجمعية نشأت نسبة للحوجة الماسة التي يعاني منها مرضى الشفة الأرنبية وتكلفة العلاج الباهظة التي تتعدى أكثر من 6,000 جنيه للمريض ده. للمريض الواحد. فكان لا مستشفى الأسنان التعليمي مستر عبد الناصر جحفر وبروفيسور عثمان عبد العزيز الجندي ومجموعة من الأخصائيين بقيام جمعية تقوم برعاية هؤلاء المرضى وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم وتجهيز تسجيل العيانين وحصرهم. لأنه حتى الآن يعني أحب أعرف أن جمعية نجود هي أول جمعية تخصصية لعلاج هؤلاء المرضى تعالج مرضى الشفة الأرنبية. هي الجمعية الوحيدة الآن تعنى بعلاج العيوب الخلقية بمرضى الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق. نعم. حاليا الجمعية مقرها الرسمي في مستشفى الأسنان التعليمي. وهي الآن يعني في الإعداد لمخيم إن شاء الله جمعية طبية الإسلامية. هنتكلم إن شاء الله عن المخيم حتى نبصر ونبشر الجهات التي سينفذ المخيم عندها. لكن قبل ذلك يعني أشير لدرجة أن يعني أنكم شعرتم بمسؤولية تجاه يعني المرضى الذين يعانون من الشفة الأرنبية. حاليا جمعية نجوت هي جمعية وليدة يعني لها تقريبا ثلاثة طبعا مكاتبكم تقريبا أو هذه آلياتكم ثلاثة سنين من ما بدت. نعم. بدينا يا دوب التسجيل لمرضى الشفة الأرنبية وقوائم الانتظار
فجأنا انه في اكثر من 1500 مريض شفاء النبي مسجل ومعروف حتى الان. سبحان الله. في 1500 مريض مسجل ومعروفين. وبعدين اكتشفنا انه في نسب كبيره من المرضى في الاقاليم حاليا بدوا يتوافدوا علينا، وبدات نواب الاخصائيين والاخصائيين في عمل بحوث علميه لمعرفه اسباب هذا المرض وتسجيل الحالات ومعرفه الاسباب، لانه مرض الشفاء العنبي هو عيب خلقي حتى الان لم يعرف السبب، لكن ارجع هذه الاسباب لعده اسباب اللي هي عدم تناول المراه الحامل لحمض الفوليك اسيد اللي هي لقوا فيه نسبة كبيرة من هذا العيب الخلقي، والدراسات ما زالت يعني جارية لمعرفة السبب الحقيقي لهذا المرض. هي حسي حاليا يعني بتعد البحوث العلمية لمعرفة الأسباب وإحصاء المرضى الشفاء الأرنبية الموجودين في السودان. معنى الكلام ده إنه يعني المرض مرض الشفاء الأرنبية هو موجود في الكبار وحتى الأطفال، وبالتالي لابد من البحث عن أسبابه لإيقافه أكيد. نعم لازم يعني حسي عن طريق البحوث العلمية نشوف هذا المرض، نعرف أسبابه بعد العملية. نعم. نقوم ببحوث علمية لمعرفة الأسباب المسببة لهذا المرض. ويعني وجدنا 90% من هذه الأمراض سببها إنه عدم تناول المرأة الحامل حمض الفوليك أسيد أثناء فترة الحمل. اللي هو بتوجد فيها تمادة على الأقل. هو عبارة عن حبوب كده اسمها الفوليك أسيد. بس حبوب تراها ما موجودة في، أيوة. في عقار طبيعي. أيوة. ولا في. لا لا موجودة في عقار طبيعي. هي عبارة عن حبوب يأخذها أثناء فترة الحمل وتواظب عليها. القضيم والزبيب وهذه الأشياء ما لا توجد فيها حتى يعني هي لازم تأخذها المرأة الحاملة أثناء حملها بتفقد النسبة الكمية بتاعت حمض الفوليك أسيد. طيب طيب. فلازم يتم تعويضها عن طريق الحبوب بكمية كبيرة. يعني حتى لو أخذتها يعرف إنها عندها نقص فيه. لازم يعرفوها. لكن هي حتى إذا كان عندها نقص أو ما عندها نقص لازم تأخذه بانتظام. طول فترة الحمل لتسعة أشهر عشان ما ممتاز. يوجد عندها هذا العيب الخلقي. سواء كان في نساء حمل أو على وشك أن يكون كذلك أن يضعوا هذا في الحسبان. طيب نذكر مشاهدينا الكرام بأن جمعية بسمة ونجود جمعيتين طبيتين في مستشفى الأسنان التعليمي بالخرطوم، يعملان على معالجة الناس وكذلك يعملان على الوقوف إلى جانب من يحتاج إلى ذلك. وطبعا نحن نستضيفهم اليوم للتعرف على التحديات التي قد تواجه هاتين الجمعيتين، وبالتالي الفرصة متاحة للناس جميعا إلى أن يقفوا أيضا ويتشرفوا بذلك مع هاتين الجمعيتين. 0-183-40-47 و0-183-43-86-88 و0-183-43-87-99 هي جسور التواصل بيننا وبينكم. نذكر أيضا بأنه يمكن للمشاهدين الكرام الذين لا يستطيعون أن يشاهدونا من على التلفاز مشاهدتنا عبر تطبيق طيبة. ونعود دكتور معتز، ربنا يعظم أجركم ويجزيكم خير. نحن يعني نمشي نشوف إنه من بين دعوماتكم توفير الدواء. طيب الآلية التي توفرون بها الدواء للمرضى، هل بعد ما يجيكم المريض بعد ذاك تعرفوا انه هو ما عنده دواء بعدك تمشي تجيبوا الدواء من الصيدليه، ولا اصلا عندكم دواء خاتينه ولما يكون في محتاج بيقوموا تدوه؟ التعامل مع هذا الجانب المهم في حياه المرضى. طيب والله ده سؤال مهم جدا، اشكرك عليه اخو عثمان. يمكن احنا ساعه ابتدينا الجمعيه كنا مجموعه من الشباب داخل المستشفى، طيب ذو امكانيات محدوده. وعلاج المريض الواحد مكلف جدا، يمكن طيب. ممكن المريض بيحتاج لدواء لمدة 3 شهور إذا كان العلاج جراحي. طبعا العلاج السرطاني ما يكون جراحي أو إشعاعي أو كيميائي. طيب في دعم العلاج الجراحي داخل مستشفى الأسنان بيحتاج لعلاجات لمدة 3 شهور. قبلها بيحتاج وبعد ذلك بيحتاج لأشعة مقطعية، وبيحتاج لفحوصات معملية، وبيحتاج ل مصدر أو علاجات داخل غرفة العمليات. دي كلها يمكن قد تكلف ما بين 8-10 ألف للمريض الواحد. طيب
نحن فكرنا في انه لازم تكون في شراكه ذكيه ما بيننا وبين المجتمع، لانه الهم ما همنا بس، هم كل المجتمع. طيب فبدينا بانه نحاول نعمل شراكات مع الجهات اللي ممكن تساعدنا. الشباب عارضين تقريبا ده صيدليتكم ولا ده مكتب ولا ده؟ ده مكتب بس مداخل المستشفى الدولاب بتاع الأدوية. أيوة. هي دي مكان التصوير هذيك الأدوية تقريبا. الأدوية الأدوية طيب. بتاعتنا أيوة. معظم الناس بياخدوا هي محاليل. أيوة. لأنه يكون الفم حصل فيه جراحة. طيب. ما يقدر يتناول عن طريق الفم. مكان التصوير والكتب دي عبارة عن مشتريات وحاجات تجارية. هذه المكتبة خلينا نتكلم عن الدواء، لأنه سؤالنا متعرض للدواء متعلق بالدواء. نتكلم عن الدواء نجي راجعين لي دي في. عملنا شراكة مع جمعية الصدقات. طيب. يمكن من الجمعيات برضو. شرح حديث. كان هم عن طريق صيدلية الشهيدة سلمى. طيب. هم متكفلين بالأدوية يمكن لمدة قرابة 3 أو 4 سنين عن طريق فاعلين خير. طيب. بيمدونا بإمداد شهري دوائي ما يفوق 15,000 جنيه شهريا. ما شاء الله. دي كان بتجينا من صيدلية الشهيدة سلمى. بعد ذاك عملنا شراكة مع شركة سوداتيل السوداني. يمكن دي هي بتدعم جمعية بسمة بنسبة 80% من أعمال بسمة، هي معتمدة كليا على شركة سوداني أو شركة سوداتيل الاتصالات. طيب. وسبحان الله لا كل ولا مل مننا لهذا هذا الدعم. كذلك عملنا شراكات مع مراكز التشخيص الأشعة والمعامل من ابن الهيثم ومركز خرطوم التشخيص المطور مركز رؤى الإسكان، في إنه يدعموا لنا شهريا عدد من المرضى، يعني مثلا يدونا 3-4 حالات مجانا شهريا كده. مراكز كل المراكز حول مستشفى الأسنان بتقدم الخدمات التشخيصية. ممتاز. كذلك الشراكة مع مستشفى الأسنان، ويعني من هنا نشكر السيد المدير العام دكتور في العنبر، كانت جزء كبير منها بيتم دعمها مجان ما شاء الله تبارك. كذلك كانت الشراكة مع ديوان الزكاة في انه يعني رسوم العملية بتاعت المريض ما مستطيع بنحوله من ديوان الزكاة بيدفعوا رسوم العملية. في الشراكات كذلك الشراكة كانت مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم. ايوه. في انه كان السيد الوزير دعم جزء كبير من اعمالنا، ففكرنا في انه احنا لو كان الهم همنا برانا حيكون علينا صعب ما حنتواصل، فلازم كانت الشراكات مع الجهات دي نوفر الحياة دي. والحمد لله هسه استثمار لانه عشان ما نعتمد دائما على الهبات والمنح ممكن ما تكون بصوره رسميه، فعملنا مشاريع استثماريه يكون ريعها او دخلها لجلب الادويه والحاجات المهيته للاطباء. ممتاز. دي هنجي ليها المشاريع الاستثماريه دي بعد ما نمشي لاخواننا ناس نجود. ناس نجود انتوا ايضا قصه الادويه بتتعاملوا معها كيف بتعالجوا بها المرضى، خصوصا وانه في اكثر من 1500 دي بس حالات مسجله، وطبعا ما من شك في انه الناس لو عرفوكم انكم انتوا بتقفوا في جانب، خصوصا المرضى بهذا المرض هم من الولايات، فما من شك في انه العدد حيجيكم المزيد. طيب الاليه بتاعتكم بتاعت التعامل مع هؤلاء وتوفير الادويه بيتم كيف؟ طبعا الدواء بتاع جمعية نجود بنحتمي طبعا على الدخل بتاع الجمعية من المانحين اللي هم مجموعة نستلم منهم طوال حصص راتبة، عندنا مجموعة ايمي فارما الدوائية نستلم منها أدوية مجانية، وفي جزء منها مدعوم فجزاهم الله خير من قدم لهم الشكر. وكذلك تم التعاون برضو مع مجموعة الصدقات الخيرية، هي طبعا يعني بترعى دائما الدواء والفحوصات لكل الجميع. والله هذه حاجة أنا أشهد بها حقيقة. أنا الصدقات يعني يوم لقيت مريض في بعض في أحد المستشفيات، وسبحان الله قدرا أنه المرافقة له سأل جهة تجيب لنا الدواء، والدواء فعلا كان قروشه كثيرة، فما فكرت إلا في ناس صدقات. اتصلت بعد ساعتين جاء مندوب، وجاء أنا جيت مريض على، طبعا قلت أستنى أشوف الحاصل شنو عشان لو ما في جديد أتصرف. سبحان الله بعد ساعتين جيت لقيتهم جابوا الدواء كله، ما فيش ولا حاجة. مدينا صدقات، نحن بنحييهم حقيقة. سبحان الله. يعني بجد يعني هم ناس يعني عمل كبير ومبادرة فعلا شبابية ومبادرة ناجحة. نعم. فبنشكرهم نحن هنا جميعا. طبعا زي ما قال دكتور معتز، اي طبعا استمرارية لاي جمعية
في نجاحه بيأدي طبعا الحاجة دي بشراكات أكيد. بينه وبين الجهات الداعمة. نعم. فالحمد لله نحن طبعا عن طريق المستشفى برضو توفرت لنا الجمعية يعني مدير العام وقعنا معاه انه يعمل لنا عمليتين مجانيات تدعم لنا المستشفى، ممتاز، دعم لمرضى الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق شهريا عمليتين مجانيات بتتم. طبعا بيحبوا دائما ما يذكروا اسمائهم. برضو بيجوا بشكل راتب بيدعموا بقروش، وطبعا ما بيكونوا دايرين يذكروا عنهم دي اي الافراد حاجة، مش كده، دي الافراد شخصيات. بيجوا بيدعموا الجمعية وبيتكفلوا بمرضى، يعني كل فترة بيقول يا اخي احنا نعالج 10 مرضى بتاع شفا أرنبية جراحيين متكفلين من الفحوصات للعنابر للإقامة للعملية. فديل برضو هنا يعني بنوجه لهم الشكر وإن شاء الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله ويوفق يعني جميع اللي بيساندوا العمل الخيري في البلاد لما فيه خدمة البلاد والعباد إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بمناسبة يعني ذكرك للداعمين الذين لا يريدون ذكر أسمائهم، حنذكر رقم حساب لإخواننا ناس بسمو بعد شوية، لو جودونا برقم حساب لنجود إن شاء الله حنذكره أيضا. ناس رقم حساب جمعية بسمع في بنك الخرطوم فرع البرلمان. الله أخونا خالد برضو تسجل معك الرقم تظهره على الشاشة 1400 515. نذكر الرقم تاني 1-40-515. مرة تانية 1-40-515. ده حساب رقم حساب جمعية بسمة في بنك الخرطوم، أن يدعموا هذه الجمعية ويكون لهم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يفعلوه. مرة نذكر به، وعلى الأقل أخونا خالد برضو يشوف هذا الرقم ويظهره على الشاشة 1-40-515. مرة أخرى 1-40-5. عندنا فقرة شاهد، نشاهد هذه الفقرة ثم بعدها نعود لنتواصل مع مشاهدينا الكرام بعد إذنكم. طبعا نمشي للإخوة في غرفة التحكم لنشاهد هذه الفقرة ثم بعدها نعود معكم يا كرام في غرفة التحكم وفقرة شاهد. المرء يدرك سر العطاء، لا أنفاق في المدى والعمر. الرحمن الرحيم. عبد الرحيم أحمد خلف الله علي. يعني أنا قريب أعوض عبد الله يوسف، وهو طبعا أخونا، يعني إن شاء الله ربنا يعظم أجره وربنا يبتلاه يعني بمرض، ونظن إنه يكون له في ميزان حسناته وربنا يتقبل منه إن شاء الله على الصبر والحاجات الملمة به إن شاء الله، ويجعله له في ميزان الحسنات. نشكر يعني أخواننا في جمعية بسمة للخدمة اللي بيقدموها لكل المرضى، يعني ما لعوض براو أو بل لكل المرضى بالمستشفى هنا، يعني ولكل يعني الناس اللي بيكون وضعهم يعني تعبان شوية بيساعدوهم في العلاج وبيقفوا معاهم وبيجوا بيشوفوا حالاتهم يعني بيتموا عليهم، يعني ده إن شاء الله ربنا يتقبل منهم ويجعلهم في ميزان حسناتهم، وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويوفق الشباب برضو اللي يعني الموجودين هنا بالمستشفى يعني من الخدمة اللي قاعدين يقدموها لكل المرضى في الغيار والعلاج والوقفة معاهم، في حالة إنه زول يكون ما في زول معاه برضو بيقفوا معاه يعني، ويعني بيتابعوا كل الحالات يعني صغيرة وكبيرة. إن شاء الله ربنا يجزيهم خير وربنا يوفقهم. لا والله كنت طبعا مع أخوي ده، بعدين جينا في ابتداء العلاج واشتغلنا في العلاجات وفي الفحوصات وفي الكشف وفي أي شيء طبعا عملناه هنا، وهم ما شاء الله يعني ما قصروا معنا كل ناس النيل برضو، يعني ما أشكرهم شديد والله والله ده عظيم، يعني أصل حاجة قصرت لنا كده معهم ما في،
الحمد لله وناس بس نظرت ما قصر معنا. إن عندنا ما بنمشي يوم ما عندنا نظر عديل هل لك مش ما عندها لأي الحاجة طوالي معنا يدونا له. بعدين كان النهاية بتاعنا التأمين وقف مشيت لهم عديل جماعة الله يتأميننا ده وقفوا قال لي ما عندك مشكلة عشت ما عندنا دي كروش تمشي يوم فعلا يدونا لعندهم وهل ما عندهم يقولي هاك جيبت حاجة دي يبدأنا الورقة تاني هم قصرين تب لا تاري خلينا صباحا يعني هم معانا طبعا تلوهم كمان في المسيحة نحن خمسة شهور تمينا خمسة شهور الشهر الخامس ده بعدين نقول ستة يوم بس من خمسة شهور جايين يوم كم وعشرين في التجارة 23 22 كده والله الحالة بس يعني كويس مرات كويس مرات بعينه ما متبايق من عالمه وهي أراضي كمان طوالي صباح ومسا كان أول ابتدال عملية إذا المرء يدرك سر العطاء لا أنفاق في المدى والعمر اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه العينه من الاشخاص الذين تقوم جمعيه بسمه بالوقوف الى جانبهم. طبعا نحن تعمدنا ان نجري هذا يعني اللقاء او المقابله مع مرافقي المرضى للتعرف على يعني حقيقه ما يجري. وقد شاهدتم وسمعتم ما قاله ذلكم النفر ما قاله أولئك النفر لهم الشفاء إن شاء الله أو للشفاء لمرضاهم الجميع. دكتور معتز هؤلاء طبعا يعني الواحد منهم قال قعدوا خمسة أشهر. النوع ده من الناس في الغالب بيكون أو كثر يعني مثلا يقعد خمسة أشهر أو يقل من ذلك بقليل أو يزيد. طبعا مرض سرطان الفم عموما السرطان علاجه بياخد مدة طويلة فهو بيجي المريض بورم سواء كان في الفك السفلي او الفك العلوي او اللسان او اللثة او او جزء من اجزاء الفم قد يأتي فيه السرطان. فالعلاج لما كما ذكرت ما يكون علاج جراحي اللي هو داخل مستشفى الأسنان. وهنا يمكن نشكر البروفيسور أحمد محمد سليمان يمكن هو رئيس مجلس أمناء الجمعية ويمكن له باع طويل جدا في علاج مرضى سرطان الفم من أكثر من 20 أو 25 سنة في مستشفى الأسنان التعليمي خرطوم إن شاء الله ما شاء الله. فبيعملون استئصال جراحي لبعض أجزاء الفم سواء كان فك سفلي أو فك علوي أو لسان أو شفة تعويض تجميلي من بقية الجسم. فمحتاج عشان يحصل الترميم محتاج زمن طويل. ايوه يعني تكون داخل المستشفى عشان لو طلع خارج المستشفى ممكن يحصل عدوى او الجرح ما يلتئم. ايوه فبعد ما يتم الاستئصال الجزء اللي فيه السرطان بيعوض بجزء ثاني من داخل الجسم. يعني انتم مهيئين للإقامة الطويلة نظرا للتجارب ونظرا لطبيعة المرض. ممتاز. فبيقعد في العنبر من ما بين 3 إلى 5 شهور بيتناول فيها مضادات لحد ما يتم الشفاء لما ذاك يتم استخراج المريض. ممتاز. ايضا شكرا جزيلا معتز. وفي خلال تجوالنا داخل المستشفى حاولنا او اتعمدنا ايضا ان نسجل مقابله مع احد مرافقي المرضى مرضى الشفه الارنبيه وهؤلاء هم زباين جمعيه نجود لرعايه مرضى الشفه او الشفه الارنبيه. نشاهد هذا الشاهد ثم نعود عن جمعيتي بسمه ونجود. فمعكم يا كرام وشاهد. المرء يدرك سر العطاء لا أنفاق في المدى والعمر. عاطف إبراهيم من العباسية تقلي. والله الجمعية دي العام الفات عندنا وقتنا بدعمنا طوالي جبناه من العباسية عملنا لها عملية والعملية ما شاء الله ناجحة تماما وده أخوي شقيقي طوالي
التسجيل الفات فاتنا وسجلناه من السنة الفاتت وتلفوناتنا عندهم والسنة الآن اتصلوا بينا طوالي جينا وعملنا الفحوصات اللازمة وهددوا لنا يا أخي جميع خيرية ما قصرت وما ما بدون أي مقابل حتى العام الفات نحن لما عملنا العملية لوقتنا دي بدون أي مقابل ولا شالوا مننا قروش ولا أي حاجة والعملية نجحت تماما والبيدس الحمد لله بصحة تمام والله يا أخي الشباب ما قصروا وربنا يوفقهم يا أخي وإن شاء الله ربنا يجعل لهم الكلام ده في ميزان حسناتهم وربنا يوسع ونتمنى أي زول عنده طفل يتعامل مع هذه الجمعية لأنه الجمعية ما سهلة والله. إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفاق العمر لأنفاق في المدى والعمر. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، هذه عين أخرى وشاهد خير لما تقوم به جمعية النجود. يعني قال إنه جابوا أختهم بدعمهن عولجت ثم أتوا بآخر، وهو يدعو كمان الناس الثانيين إذا عندهم أطفال يأتوا بهم إلى هذه الجمعية، وربنا يجزيه ببصر أو مرافق المريض ببصر المرضى بالقدوم إلى هذه الجمعية. نحن أيضا بنبصر ونقول الناس تأتي إليها، وكمان بندعو الداعمين إلى أن يقفوا مع هذه الجمعية. 1500 في الانتظار. ليه في انتظار؟ أخونا وائل، يعني احنا قبيل كنا دايرين نتساءل وما يعني السبب شنو بيخليكم تنتظروا بعد ما تعلق عليه حديث الشاهد هذا. والله حقيقة زول بيساعد، يعني لما نشوف ما علاجه ومرق تماما من المستشفى هو راضي عن هذا العمل ويدعو الناس انهم يجوا. يعني دي عندها فايدتين عندنا، اللي هي الفايده الاولى انه هو تم علاج مريض الحمد لله، فده بدا يتساقط من قائمه الانتظار. والفايده الثانيه اللي هي الدعوه البدايه للمرضى الثانيين هو للتسجيل، عشان نحن نكتشف حاله اخرى في منطقه نحن ما عارفينها او ما تم التسجيل فيها لهؤلاء المرضى. طبعا هي جمعية نجود عشان الأطباء المتطوعين موزعين من مفوضية العون الإنساني، أطباء يقضوا فترة الخدمة الوطنية بتاعتهم في خدمة الجمعية وخدمة مرضى الشفة الأرنبية. فده هدف جميل، يعني إنه هم يعني يختاروا جزء من الأطباء إنه يقضوا فترة الخدمة الوطنية في العمل التطوعي. فهذه لفتة بارعة منهم، يعني احنا برضو بنشكرهم على اختيارهم بقت شغل بتاع الجمعية وعملهم معنا ان شاء الله. ممتاز ممتاز، ربنا يتقبل ويجزيكم الخير. انا القائمة بتاعت الانتظار كأنه ما في صعوبة في الحكاية ولا والله حاليا الحمد لله، يعني نحن مما بدينا للمخيم كان تاريخ 27 يناير 2013، من لحظة تأسيس الجمعية كان طوالي قابلنا أكبر تحدي، هو مخيم الجمعية الطبية الإسلامية، وهو مخيم كبير وراتب. لو حسي إن شاء الله هنستضيف حيكون ده المخيم السابع، وكان أول تجربة لأنه قبل ما نحن يعني الجمعية تتولد وتجي كان في 3 مخيمات سابقة. حس حاليا المخيمات دي راتبة بتجي كل شهر مارس من كل سنة، بيتم علاج فيها 200 حالة بتاعت شفة أرنبية. نحن بنتم تسجيل العيانين ودعمهم وتجهيز الفحوصات المعملية لهم وتجهيز سبل الإقامة في المستشفى ودعم المستشفى لهم، الأسرة والعنابر ووجباتهم الغذائية اللي بيجوا يقعدوا عليها الأطفال يعني في طول فترة المخيم. فالحمد لله، يعني نسأل الله التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى. نحن لسه جايينك للموضوع المخيم ده لأنه في ناس حيستبشروا به خير، لكن دعنا نذكر برقم أخواننا ناس بسمة، رقم حساب جمعية بسمة في بنك الخرطوم 1400 515، ده رقم حساب بسمة 1400 515.
خمسة الأخوان ظهروه في الشاشة، نرجو أن يوفق الناس جميعا إلى أن يعني يسهموا بدعم هذه الجمعية. طيب أخونا معتز، نحن الآن عرفنا أنشطتكم أو جزء كبير منها عرفناه داخل المستشفى، وأنتوا حتى بتمشوا بالولايات وكلام من هذا القبيل، وأخواننا ديل عندهم الله يجزيهم خير عندهم المخيمات غالين أنشطة. أنتوا يعني الآن أنت قلت ما تأكدتوا 100% إنه السرطان سببه شنو، لكن شايفكم مركزين بشكل كبير جدا على التمباك، وممكن يكون يعني سيرتوا قوافل بهذا الجانب، السبب شنو؟ طيب زي ما قلت في بداية حديثي إنه نحن من أسسنا جمعية بعد عام أو عام ونص منها اكتشفنا إنه نحن لو قمنا كل مرة السرطان وهما مرات بيجوا في الدور الثالث والرابع بيبقى كده علاج ما ذات قيمة. القيمة الأساسية إن إحنا نمنع أو حدوث أو تطور السرطان. طيب. بإنه نحن المسببات أو عوامل الخطورة دي نعمل عليها، نحد من عوامل الخطورة اللي بتؤدي لسرطان الفم. فده عالميا يعني مثلا أنا أديك مثلا مثال بسيط، إحنا من جينا المستشفى الأسنان 2010 كان عدد الحالات المسجلة في المستشفى خلال عام 2010 كانت زي 95 ل 275 حالة، ده معدل عام، معناه في تزايد في نسبة سرطان الفم أكثر من الضعف. أكثر من الضعف. فمن عوامل الخطورة الكبيرة جدا وليها علاقة قوية جدا بسرطان الفم هي تناول التمباك. ده عرفتوه كيف؟ يعني أي إنسان مصاب بسرطان بتسألوه تقول أنت كنت بتتناول التمباك بيقول لكم أي؟ نعم، عندنا والله جزي خير يمكن مستر نور إبراهيم البشير خارج السودان حي من هنا عمل دراسة يمكن لمرضاه داخل مستشفى الأسنان التعليم خرطوم، حالة كان عدد المتعاطين للتمباك بنسبة 81% في الدراسة، يعني من 81 أكثر من 800 أكثر من 800 ده كان من الناس اللي جوا سرطان ومتعاطين للتمباك. وحتى المراجع كنت بتتكلم عن إنه في علاقة وطيدة بين التمباك والشنو والسرطان، فعشان كده عملنا برنامج الكشف المبكر. الكشف المبكر يعني شنو؟ يعني انه نعمل للمريض كشف باجهزه معينه اذا عنده مبادئ سرطانيه، اذا وجد سرطان في الحاله دي ممكن يوقف العاده ويتعالج ما تتطور لشنو لسرطان. كان ده هدفنا. الكلام ده يحصل كيف؟ اولا بالتزغيف الصحي. عملنا 4 أسابيع تزقيفيه في ولايه الخرطوم. طيب اللي هي دي كان بنمشي في كل المدارس الاحياء الجوامع شارع النيل الصحراء الخضراء كل المجمعات نتكلم عن التمباك وعلاقته بشنو بالسرطان. طيب بعد القوافل دي كانت في ولايه شنو الخرطوم. عملنا ايام بنعمل فيها الكشف ده. طيب بعد ذلك فكرنا في انه نشوف اكثر الولايات اللي بيئتوا مرضاها الى الخرطوم استفاء اسنان الخرطوم، باعتبار انه الولايات سبحان الله وجدنا هذه الولايات عندها ارتباط وثيق بالعاده، يعني معظم المرضى اللي بيتوا مستشفى أسنان خرطوم بسرطان الفم قادمين من ولايات معينة، الولايات دي بتكثر فيها على التمباك أكثر من باقي الولايات. بيكثر فيها استخدام التمباك أكثر ولا زراعته؟ استخدام التمباك أكثر. فعملنا بنمشي برعاية كاملة من شركة سوداتيل، بنمشي نعمل أيام علاجية عادية لمجال صحة الفم والأسنان من خلع وحشوات ونظافة لاستقطاب الناس، وبعد ذلك بنعمل الكشف المبكر لأي مواطن حضر للمنطقة بنعمل له وكان بتناول تمباك بنعمل له كشف وبناخد منه عينة عشان ده نعمل دراسة هتكون الأول من نوعها في السودان إنه توري إنه في علاقة وطيدة بين التمباك وبين مقدمات السرطان. هسه جايين هسه إحنا يمكن عملنا 6 ولايات هسه شهر 3 البحر الأحمر والقضارف الشمالية ونهر النيل ويعني واسي ماشين جنوب كردفان شهر 3 فده مسح نعمل مسح جغرافي لكل الولايات نعمل كشف مبكر عن سرطان الفم ان شاء الله. ممتاز 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 جزاك الله خير. نحن يعني لم يتبقى لنا الا القليل من الوقت، وحقيقه في مجموعه من الناس ومجموعه من الجهات هي بتستحق الشكر وبتستحق انها تبرز كجهات كقدوات على الجهات الاخرى.
والله من يعني لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من هؤلاء الأخ الفاضل الدكتور محمد علي العبيد الذي يعني نحن صراحة تعرفنا على هؤلاء الشباب في بادئ الأمر من خلاله، هو له التحية والتجلة وهو في سلطنة عمان مش كده؟ بصراحة يعني الزور اللي بيعمل خير الأمين العام السابق للجمعية. نعم هو الأمين العام. يا محمد لو كنت تشاهدنا فتأكد أننا نحبك في الله ونشكرك على كل مجهوداتك. من هذه الجهات أيضا الجهات التي تقف مع الشباب صدقات وبسمة، وتقريبا انتوا ذاتكم ناس نجود صيدلية سلمى مش صيدلية الشهيدة سلمى صيدلية الشهيدة سلمى هي شارع الحوادث. نعم نحن اخونا معتز انتوا العلاقة بينكم وبين الصيدلية دي شنو؟ يعني اول حاجة بنشكرهم مقدما الله صاحبها وللعاملين بها جميعا شكرا جزيلا لكم، وقد اثلجتم صدورنا. علاقتكم بها شنو؟ كيف يتم التعامل معكم ومعها؟ والله يا ماشي سبحان الله، يعني دائما الزول اللي بينوي الخير هو الشعب السوداني كله منطبع فيه الخير، بس كيف الزول شنو؟ نعم يطلعوا. احنا مشي علاقتنا بها كان عن طريق صدقات. طيب. وهم كان بيمشي يستلم الادويه كلها، وبعد ذلك الصدقات يعني بيحاسبوهم بعد 6 شهور بعد سنه بيصبر سيده صبر طويل جدا. الله. وطبعا احنا ماشيين من الادويه على انه دي للجمعيات الخيريه وما معروف. وحتى لما ندفع بيكون سعر الدواء ضعف، لكن بياخذ مني شنو؟ بالحساب القديم. نعم. غير كده انه هو ذاته الشخص يعني الضريب الهي صاحب الصيدليه، احنا بس ما دارين نقسم ظهره بشنو بالكلام في التلفزيون. نعم. فحتى لو عندنا مديونيه عليه لزمن طويل ما بيسال منها الا نمشي له نحن، هو عنده جزء كبير بيساهم معنا بيه هو عشان ما قلت لك فعشان كده بيجي ارتباط وثيق. حتى اسئله قوافلنا دي بنمشي نشيل منه ادويه نمشي بها القافله، ونجي بعد القافله بعد 3 شهور المبلغ المالي بتاع الادويه اللي اخذناه منه. ربنا يجزيه الخير ان شاء الله. احنا بصراحه الان بصراحه يعني ما قادرين نعبر عن فرحنا بوجود هؤلاء، يعني مثل هؤلاء. ربنا يتقبل منه ويجزيه خير ويبارك له في ماله ان شاء الله. الان معنا مكالمه هاتفيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. حياكم الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد نحن بنحييك وبنحيي اهل الطيبين في الازهر، تفضل. والله نحن سعيدين جدا من هؤلاء الشباب، يعني اننا نكون يعني عندنا مصحف لهؤلاء الشباب. الله يجزيك خير. وهم يقدموا يعني ايادي بيضاء وجميله وكريمه لهذا الشعب الابي، يعني الله يجزيك. ويستحق الشعب السوري اكثر من ذلك. نحن نشكر دكتور معتز ودكتور وائل، ولكن انا كنت احب ان اسالهم يعني ماذا عدوا يعني للمسائل المستعصيه داخل السودان، يعني هل في امكانيات انه يستطيع ان يسفر بعض المرضى خارج السودان لحتى يتمكنوا من معالجتهم، ولا المساله بس متوقعه محليه موجوده هنا؟ اطيل عليكم، ولكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منهم. نعم. ويجعلهم في ميزان حسناتهم، يعني ربنا يعني يجعل من هؤلاء الشباب في كل مكان، ليس في الصحه ولكن في كل مكان. نعم. الله فيكم. شكرا. وصلت يا محمد. نعم. وصلت. الله. بنشكرك. نعم. محمد. ونحن خلي وائل رد على الاخ محمد. قال هل في، اول حاجه بشكركم، لكن بيقول هل في امكانيه انكم ممكن تسفروا دول خارج السودان؟ نحن حاليا طبعا دعوه جمعيه طريق الاطباء العاملين بالخارج عن طريق الجمعيات العالميه الخارجيه انها تجيب الوفود او الطاقم الطبي هنا الى العمل بداخل السودان. نعم. لانه التكلفه العاليه، يعني عشان نودي كم مريض نوديهم برا فتكلفته عاليه. نعم. فبنحاول يعني من بعض الاطباء الخيرين، وهي يعني احب اذكر الجمعيات اللي يعني حسي حاليا نجود بتعمل معها، اللي هي جمعيه الاسلاميك اسوسيشن وفي معنى هي جمعيه اطباء الامريكيين العاملين بشمال امريكا، وجمعيه سما اللي هي السودانيز امريكان ميديكال اسوسيشن اللي هي اطباء السودانيين العاملين بامريكا. ممتاز. وهم حسي حاليا الايام دي في زياره المستشفى وبدوا مخيم علاجي بمستشفى سوبا. السودانيين في بريطانيا ما عندكم معهم الامريكيه حاليا؟ احنا متواصلين معهم ان شاء الله.
على يعني شهر 7 ان شاء الله نقدر نصل معهم لمذكره منظمة الأمل الكويتية بمستشفى الأسنان التعليمي حاليا، وإن شاء الله حيجونا بوفد يعني كبير بإذن الله شهر 5 عشان يعملوا عمليات كبيرة. فإن شاء الله نحن نحاول يعني نعالج كل المرضى بداخل السودان إن شاء الله، وما نحويهم إن شاء الله للسفر وتكبد عن السفر ومشاق السفر إن شاء الله. ممتاز ممتاز. طيب معتز، تعليق خفيف لأنه عندنا محور معك أنت، لكن علق على كلام أخونا محمد. يعني هو الآن بيتكلم عن تسفير، لكن أخونا وائل أدانا حاجة بصراحة كبيرة شديد ومهمة، احتمال تكون أفضل من التسفير بكثير. تفضل أنت. طبعا عموما في جراحة الفم ليش فكينا أمراض الفم عموما، يمكن ما زي باقي التخصصات الطبية الثانية عندنا حوجة لتسفير المرضى للخارج. يعني يمكن إلا ما ندر. فيمكن تكون في بعض باقي الأمراض الأخرى في متخصصات بتاعت الطب العام. وضحت. عشان كده لكن ما محتاجين للحاجة دي. ممتاز ممتاز. وطوال نمشي لك، التشيل فيه الدعومات والجهات اللي بتدعمكم بالأدوية كده، أنتوا كأطباء بالإضافة لشغلكم ده عندكم دعم برضه، لكن خلينا نستقبل المكالمة. السلام عليكم. طيب يبدو ان الذكاء المتصل انتظر كثير فنحن نعتذر له. تكلم لنا عن دعمكم الداخلي، المساهمات من او وسائل انشاتموها داخل المستشفى حتى تدعم. احنا طبعا جميع من اسست اول شيء كل العاملين في المستشفى عملنا منهم استقطاع شهري. العاملين كلهم يعني احنا جميع حاجه كويسه ان كان سواء بسمع او نجود كل القوة العاملة داخل مستشفى الأسنان التقليم. طيب. يعني فهم عندهم استقطاع من مرتب شهري بيمشي للجمعية. دي حاجة أولى. الحاجة الثانية عملنا مكتب بتاع مثلا تصوير مستندات. مكان الظهر. مكان مثلا بوكشوب يعني مكتبة نبيع فيها احتياجات الأطباء واحتياجات العاملين في المستشفى والمرضى. يكون ريعها داخل للجمعية. داك صندوق برضو ظهر الصورة. كذلك أنشأنا بشراكات بعض الخدمات اللي كانت محتاجة تمويل من جهات كبيرة بشراكات مع وزارة الصحة داخل مستشفى الأسنان، بحيث إن الخدمة توفر وتجيب شركات كبيرة ويكون فيها ريع أو نسبة لجمعية بسمة. يعني مثلا كان في أجهزة أو معدات ذات قيمة عالية أو ما متوفرة في السودان، عملنا شراكات مع شركات، الشركات تجيب الأجهزة داخل المستشفى، يستفيد المواطن ويستفيد المستشفى ويستفيد شنو؟ جمعية بسمة بنريعها. أيوة. كذلك أنا قمنا مركز أو عيادة بما تعمل فيها أعضاء جمعية بسمة بالمجان يكون ريعها للجمعية. ممتاز. فدي كلها على إنه شنو نحاول نوفر دخل نساعد به، لأنه التكلفة عالية في الـ في الـ الله يسعدك. نحن وإحنا مطالعين من المستشفى لقانا شرطي أو لقانا معاه أخونا علي، له التحية والتجلي له أخوتنا رؤى، ربنا يجزيهم خير كل التيم العامل كل الأعضاء جمعية بسمة. فقال لنا ده واحد من الناس الداعمين للجمعية، فبنهزر معاه فلقيناه إنه هو فعلا شرطي عامل بالمستشفى وبيستقطع من مراتبهم. جماعة التحية. دكتور وائل، نحن في خواتيم هذه الحلقة، الأيام الجاية عندكم مخيم، المخيم لمتجهين به وين بتعملوا فيه وشنو؟ تفضل. طيب. طبعا نحن في الإعداد لمخيم الشفة الأرنبية السابع المجاني. طيب. إن شاء الله إن شاء الله لمستشفى الأسنان التعليمي الخرطوم. هو إن شاء الله شراكة بين الجمعية الطبية الإسلامية. أيوة زي ما ونحن نشكرهم لأنه هم يعني اليوم القدحة المعلى في جلب هؤلاء الأخصائيين. هي ما عبارة إسلاميك ميديكال أسوسيشن أوف نورث أمريكا، هي الجمعية الطبية الإسلامية بشمال أمريكا. نعم. وجمعية حول العالم التركية اللي هي الوورلد وايد تيم من تركيا. تمام. وهم عبارة عن 30 طبيب بيتونا بصفة راتبة كل سنة. طيب. شهر مارس، وهم ما شاء الله يعني بدوا على هذا العمل يعني من 2000 ما شاء الله، وحسي حاليا أكملنا معاهم إحنا من إنشاء الجمعية قيم ده 600 حالة بتاع شفاء أرنبية وسقف حلق تم علاجه تماما ما شاء الله تبارك الله. وهم طبعا عندهم 3 سنين قبلينا، فهم إن شاء الله في المخيم بتاع مارس ده بإذن الله دارين يعالجوا حالة كبيرة، فهم تارجتين إنه يعملوا 1000 حالة. إحنا حضرنا معهم 600 حالة وهم يعني اليوم 7 سنين ده عملوا 1000 حالة.
ان شاء الله بتاع الشفاء النبيه تم علاجه تماما. ممتاز ممتاز. وهم ان شاء الله حيجونا العدد المستهدف في المخيم الجاي ده. في هذا المخيم ان شاء الله هم اللي هي ان شاء الله باذن الله 40 او 50 حاله بتاعت سقف حلق والكليفت بلت و 140 شفه ارنبيه باذن الله او 160 ان شاء الله. ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله يعني هو المخيم بيبدا من 28 يناير باذن الله حتى 3 مارس باذن الله. ممتاز. في ولايه الخرطوم او ولايه الخرطوم ايوه هو من 28 فبراير حتى 3 مارس باذن الله. فبندعو من برنامجكم ان شاء الله كل المرضى اللي عند الحلق يجون ان شاء الله بمستشفى الاسنان التعليمي ويسجلوا عندنا المرضى بتاعينهم ان شاء الله. وحتى لو بتعرفوا زول جاركم او قريبكم يعني يا ريت تنبهوه يعني ان شاء الله نحن باذن الله قادرين على علاجهم باذن الله ان شاء الله وتوفير كل المعينات لهم. فما في زول يقول انا ما عندي قروش ما حقدر اجي. ممتاز. ان شاء الله نحن بنقدر نوفر لهم كل حاجه ان شاء الله باذن الله. احنا وصلنا لختام هذه الحلقه في 10 ثواني. اخونا معتز ماذا انت قائل واحنا بنختتم هذه الحلقه؟ والله لا يسعنا اخونا الطيبه والرامي الايادي الخضراء على البرنامج ايادي الخير. نعم. ايادي الخير على الاستضافه الجميله وان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم كما عودتونا انكم تضيفوا الناس كل العمل الخيري. نعم. نرجو في الختام انه يتقبل مننا الله العمل ده ان شاء الله. ختام شكر خاص يمكن لبروفيسور احمد محمد سليمان. نعم. هو يعني ده زي ما قلت لك جانب كبير في علاج مرضى سرطان الفم واداره مستشفى الاسنان عاملين بها وكل الجهات اللي شاركت معنا وساهمت في انجاح عمل البث ان شاء الله. نعم شكرا. حقيقة أنا برضو يعني أشكركم المرة الثانية على الاستضافة الرائعة. نعم. وشكر خاص ليك يا أستاذ محمد لوقوفك الميدان أستاذ عثمان على وقوفك ميدانيا على الجمعية. وبشكر برضو إن شاء أستاذ مصطفى مؤيد هو بشركة سوداني هو الداعم الرسمي وبروفيسور عثمان عبد العزيز الجندي ودكتور عبد الناصر المدير العام. وشكر للطاقم العامل ان شاء الله يجزيكم خير. شكرا لكم شكرا جزيلا لكما الحبيبين الكريمين دكتور وائل موجود والحبيب دكتور معتز حسن رئيس جمعية بسمة لكما التحية والتجلة. بنشكر كل اعضاء جمعيتيكما في مستشفى الاسنان وبنشكر كل من دعمكما وبنشكر كل الذين تحدثوا عنكم بالخير. حتى يتجدد الملتقى تقبلوا تحيات الفريق الذي نفذ هذا اللقاء وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.